الأخوات والإخوة الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه المحاضرة الجديدة من سلسلة المحاضرات العامة والتي ينظمها مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بكلية قطر للدراسات الإسلامية. موضوع محاضرتي اليوم، قبل أن أبدأ في موضوع المحاضرة فقط أحببت أن أقول أن الترجمة إلى الإنجليزية والعربية متوفرة على قناة رقم 1. English translation is available on channel number 1. أرجو أيضا تنبيه الإخوة والأخوات إلى تعبئة استمارة التقييم الموجودة عند الإخوة في المدخل وموجودة أمامكم، فأرجو أن تقوموا بإملائها بعد بملئها بعد نهاية المحاضرة. موضوع محاضرة اليوم: تأزم الفقه في الزمن الحاضر، الاجتهاد المعاصر ومستقبل المذاهب الفقهية. تعرض التقليد الفقهي المذهبي في الأزمنة الحديثة إلى تحديين رئيسيين: هجمة الإصلاحيين عليه ودعوات السلفيين للخروج منه. واليوم بات الخروج على المذاهب الأربعة والمزاوجة أو التلفيق بينها عملا سائدا ومألوفا نتيجة المأزق الذي واجهه الفقه في زمن الحداثة. وفي المقابل وضعت الحركات الجهادية العنيفة الفقه الإسلامي كله في مأزق. نناقش اليوم مع محاضرنا مظاهر تأزم الفقه الإسلامي وسياقات الخروج من التقليد المذهبي ومسالك الاجتهاد والفتوى في الإسلام المعاصر ومستقبل المذاهب الفقهية المعروفة التي تمثل الإسلام السني. محاضرنا اليوم هو فضيلة الدكتور معتز الخطيب، أحد أعضاء الفريق العامل في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق ومسؤول عن وحدة أبحاث المنهجية والأخلاق. درس الدكتور معتز على عدد من كبار الشيوخ من بينهم العلامة الدكتور نور الدين عتر، وحصل على بعض الإجازات العلمية التقليدية كالإجازة في الحديث من العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. عمل الدكتور معتز معدا للبرنامج الشهير برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2014، وكان باحثا زائرا في عدد من مراكز الدراسات الإسلامية بالجامعات الغربية، كما عمل أستاذا زائرا في جامعة قطر وفي الجامعة الإسلامية في بيروت. ألقى الدكتور معتز عددا من المحاضرات في مختلف جامعات العالم من بينها جامعة كاليفورنيا وجامعة برينستون وجامعة أوسنبروك في ألمانيا وجامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا وليس آخرا، الدكتور معتز صاحب إنتاج غزير ووفير من ناحية التأليف والتحقيق وتحرير الكتب ونشر المقالات المحكمة، سواء كانت هذه الغزارة من حيث الكم أو من حيث الكيف. نشر في مجالات عدة من بينها نقد الحديث والفقه الإسلامي المعاصر والمنهجية والفكر الإسلامي الحديث. لن أطيل عليكم، فجئتم للاستماع إلى الدكتور معتز وليس لي، فأترك الكلمة للدكتور معتز ومحاضرون اليوم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عادة ما تكون الأسئلة المفاجئة دافعا مهما للتفكير، لإعادة التفكير في المسائل التي تبدو غير مفكر بها. منذ بضع سنوات استضفت أحد الشيوخ التقليديين في برنامج الشريعة والحياة، كان ذلك قبل نحو 10 سنوات، فكان الموضوع حول فتاوى متعلقة برمضان. فسألني الضيف قبل أن يدخل إلى الاستوديو: على أي مذهب سنفتي؟ كان السؤال طبعا صادما لي، لم أفكر فيه من قبل. طبعا كنت أتصرف أنه الأمر كأن الأمر طبيعي
وأنه نحن خرجنا من الإفتاء المذهبي. دفعني هذا لإعادة التفكير طبعا، وكتبت دراسة بعدها حول مسألة الفتوى في المجال العام. الفتوى في المجال العام ما يعني أن فكرة المجال العام حينما تولدت في السياق الإسلامي تركت تأثيرات كبيرة على المعرفة الدينية نفسها، وبالتالي دخول الفتوى إلى المجال العام دفع أو أدى إلى كسر حدة التقليد المذهبي، لم يعد السؤال على أي مذهب نفتي في الفضاء في الفضائيات مطروحا كما كان مطروحا في سياق الدرس الإسلامي أو سياق الدراسات الإسلامية تحديدا. كتب الفقه القديمة ألحت على فكرة المذهب، وألحت أيضا على سؤال فقيه البلد، وأيضا على أن يسأل فقيه من أهل الإقليم، ولكن الأمر في الواقع المعاصر مختلف كليا حيث الفضاء المفتوح. الإحساس بمأزق التقليد المذهبي تحديدا يرجع إلى ما أسميه تحديدا الأزمنة الحديثة، والأزمنة الحديثة أعني بها هنا الفترة التي تبدأ من الإصلاحات العثمانية إلى الآن. الإصلاحات العثمانية في أواخر العهد العثماني بدأت سنة 1839 للميلاد وحتى الآن. طبعا أريد هنا أن أشير إلى مسألة مهمة أو حادثة مثالية للتعبير عن عمق المأزق. هذه الحادثة ترجع إلى سنة 1895، سنة 1895، حيث اجتمع نخبة من الإصلاحيين السلفيين في دمشق في ذلك الوقت، وأرادوا أن يقرأوا كتب الحديث والقرآن، وأن يخرجوا على أن يفكروا خارج إطار التقليد المذهبي. فنمي الخبر إلى السلطة الحاكمة، السلطة العثمانية في دمشق آنذاك، وسجن، ألقي القبض على تلك المجموعة، وتم التحقيق معهم، وشكلت لجنة لتحقيق معهم، فسميت تلك الحادثة حادثة المجتهدين في دمشق سنة 1895. طبعا التهمة كانت محاولة الاجتهاد، فمنذ ذلك الوقت أطلق على هذه الحادثة، أطلق المؤرخون على هذه الحادثة حادثة المجتهدين. طبعا من ضمن هؤلاء كان الشيخ طاهر الجزائري والشيخ جمال الدين القاسمي وآخرون، والشيخ سليم البخاري وآخرون أيضا. طبعا لم يقبض على الجميع، لا أريد أن أدخل في تفاصيل الحادثة، ولكن الحادثة تدل على عمق المأزق، وأن الاجتهاد أصبح أو كان تهمة في أواخر العهد العثماني، إلى أواخر العهد العثماني كان تهمة يعاقب عليها. الحديث عن الاجتهاد، فكرة الاجتهاد، استؤنف في منذ نهايات القرن التاسع عشر تحديدا، ثم تكثف منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. تكثف الحديث حوله منذ النصف الثاني من القرن العشرين بعد ذلك. وهذا الحديث الكثيف الذي ابتدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى الآن، وتحديدا إلى منتصف القرن العشرين، يعكس مأزق التقليد الفقهي حقيقة، ويشكل عنوان الإحساس بالتأزم، بغض النظر عن أن هذا التأزم موجود أو لا، لكن كثرة الحديث أو كثافة الحديث عن الاجتهاد عكست عنوانا للحديث عن أو الإحساس بالتأزم، تأزم المذهبي. فالحديث عن الاجتهاد كان عنوانا في الحقيقة للتأزم، وعنوانا للتحولات الفكرية أيضا والاجتماعية والسياسية للجماعة المسلمة في مراحل متعددة. في المرحلة الأولى كان في مرحلة الصراع مع الغرب الاستعماري أولا، ثم المرحلة الثانية في مرحلة البحث عن سبل العيش مع الغرب وفيه، ثم المرحلة الثالثة كانت في سبيل البحث عن سبل النهوض والتجديد والإصلاح في العيش والعيش في العصر. طبعا في هذه المحاضرة أريد أن أتناول ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول سيتعلق بالتأزم المذهبي، التأزم الفقهي، المفهوم والسياقات والأبعاد، والمحور الثاني سيتعلق بمسالك الخروج من التأزم في العصر الحديث، والمحور الثالث سيكون حول التأزم ومستقبل المذاهب الفقهية.
فيما يتعلق بالتأزم المحور الأول وهو التأزم الفقهي المفهوم والسياقات والأبعاد. فيما يخص مفهوم التأزم هنا فأعني بالتأزم حقيقة أن أعني بالتأزم المأزق الفقهي أو المأزق الذي واجهه التقليد المذهبي تحديدا في العصر الحديث. وهذا المأزق شمل عدة مستويات. المستوى الأول مستوى انقطاع استمرارية الفقه في مجال التشريع والسلطة، والمستوى الثاني كان يتعلق بتعطل الطاقة العملية التي مكنت الفقه تاريخيا من الاشتغال في المجتمعات المسلمة وتلبية حاجات الناس فيما أسميه بالأزمنة الكلاسيكية، وهو المقابل للأزمنة الحديثة التي تحدثت عنها. المستوى الثالث هو مستوى انغلاق النسق الفقهي التقليدي أو المنطق الذي حكم التقليد المذهبي، طبعا نتيجة استحكام فكرة التقليد الضابط والمقنن لكل تفاصيل الحياة في الأزمنة الكلاسيكية، أي أزمنة ما قبل الدولة الحديثة. والمستوى الرابع هو تلك التحولات الجذرية التي أحدثتها أو أوجدتها الحداثة الغربية والأوروبية تحديدا في منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن. طبعا هذه التحولات الجذرية التي أوجدتها الحداثة الغربية أفقدت الفقه المنتج الفقهي في العصر الحديث أو ما أسميته بالأزمنة الحديثة قدرته على الاتساق والانسجام التي تمتع بها في الأزمنة الأولى في الأزمنة الكلاسيكية. فأصبحنا نجد تنافرات، اجتهادات متنافرة وتوجهات مختلفة، لأن الأزمنة الحديثة أحدثت تحولات جذرية. سأشرح أبعاد هذه التحولات ولماذا وجدت هذه الرؤى والتصورات المختلفة والمتناقضة أحيانا في الأزمنة الحديثة وهو ما لم يكن في الأزمنة الكلاسيكية. فيما يخص السياقات تحديدا، سياقات التأزم الفقهي، فلابد هنا من الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي تحديدا يشغل المركز من العلوم الإسلامية، ولذلك اندفع البعض إلى تسمية الحضارة الإسلامية إلى أنها حضارة فقه، لأنه لم توجد حضارة في التاريخ انشغلت بفكرة التشريع كما انشغلت الحضارة الإسلامية. والفقه سريعا تشكل تاريخيا عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بدأت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت للقرون الأربعة اللاحقة، حيث بدأ الصحابة طبعا رضوان الله تعالى عليهم باللجوء إلى الاجتهاد مع غياب المرجع الذي كان يلجأ إليه في لمعرفة الأحكام الشرعية فيما لا يعرفون فيما ليس فيه هناك نص، أو حتى لاستيضاح بعض النصوص والإشكالات أو الغموض في بعض النصوص. طبعا في هذه المرحلة تشكلت المذاهب الفقهية المعروفة. في المرحلة الثانية شملت القرون الأربعة اللاحقة وكثر فيها التفريع والتخريج والتصحيح والترجيح والتأليف في المذاهب الفقهية الأربعة. في هذه المرحلة الثانية ظهرت بعد القرن الرابع الهجري تلك الدعوة التي أغلقت باب الاجتهاد نادى بها عدد من الفقهاء من بعد القرن الرابع الهجري. طبعا الدعوة إلى إغلاق أو القول مقولة إغلاق باب الاجتهاد دفع إليها عنصران أو عاملان مهمان. العنصر الأول أنه وجدت الكفاية تحققت بالمذاهب الأربعة، الكفاية الاجتماعية والحاجة الثقافية والدينية تحققت بالمذاهب الأربعة، فقيل بإغلاق باب الاجتهاد. والعامل الثاني الذي دفع إلى القول بإغلاق باب الاجتهاد هو الخوف من تلاعب الأدعياء في الدين، وأيضا الرغبة في جمع الناس على مدارس مقننة ومنظمة ومكتملة. فكان هذا دافعا للقول بإغلاق باب الاجتهاد. المرحلة الثالثة والأخيرة والتي لا نزال فيها وهي التي شملت القرون الخمسة اللاحقة، يعني بدأت من بعد القرن الثامن الهجري إلى الآن،
في هذه المرحلة طبعا آل الفقه إلى الجمود وفقد حركيته وفعاليته في المجتمع، إلى أن تعمق هذا المأزق بالدخول في الأزمنة الحديثة، حيث تحولت تهمة الاجتهاد، تحول الاجتهاد إلى تهمة في أواخر العصر العثماني. الفقه تاريخيا شغل مهام ثلاث. المهمة الأولى كان الفقه يشغل ميدان التطبيق في المحاكم الشرعية، والمهمة الثانية هي أن الفقه شكل معيار المؤمنين في تصرفاتهم، حيث يرجعون إليه في كل أمور حياتهم من خلال الفتوى. والمهمة الثالثة هو أن الفقه الإسلامي شكل مصدر المشروعية للدولة وللمجتمع أيضا، بمعنى أنه لم يكن يستقر نظام سياسي تاريخيا إلا بأن يكتسب شرعية من الفقهاء تحديدا. لكن مع الإصلاحات العثمانية التي أشرت إليها فيما سبق، حصلت جملة من التغييرات أو تغيرات في المفاهيم والأنساق الفكرية، وبالتالي يمكن أن نلخص هذه التحولات التي أحدثتها الإصلاحات العثمانية بأربعة أمور. الأمر الأول أن الإصلاحات العثمانية أو التنظيمات، ما يعرف يعبر عنه المؤرخون أحيانا بالتنظيمات العثمانية، أولا وضعت السلطة التشريعية، تاريخيا كانت سلطة التشريع للفقهاء، ولكن الإصلاحات أو التنظيمات العثمانية وضعت سلطة التشريع في مؤسسة، هذه المؤسسة ليست دينية وليست شخصية، وبالتالي هذا أدى إلى تهميش الفقهاء واستبعادهم من عملية تشريعية. أيضا الإصلاحات العثمانية فصلت الدين عن الحكومة، وبالتالي وجدت وظائف متعلقة بالحكومة ووظائف دينية أطلق عليها الوظائف الدينية، ومن هنا بدأ الفصل، هذا الفصل بين الدين والحكومة، وبالتالي وجد مجال، نشأ تكون مجال خارج حدود الدين أو تصورات الدين بالمعنى الكلاسيكي، أو الذي كانت تنظمه السلطة الفقهية. أيضا تبنت التنظيمات العثمانية مفهوم المواطنة، وبالتالي مفهوم المواطنة بالمعنى الحديث أخل بجملة من الأحكام الفقهية التي كانت مقررة في كتب الفقه. والإشكال الرابع أو التحدي الرابع، التغيير الرابع الذي أحدثته التنظيمات العثمانية، هو أنها أنشأت مفهوم القانون العام، وبالتالي أصبح القانون العام شيئا مختلفا عن فكرة الفقه الذي كان يملك تاريخيا سلطة التشريع ولا ينازعه أحد. فأصبح لدينا قانون عام وفقه. طبعا إلى حدود القرن الرابع، إلى حدود القرن التاسع عشر، لم يواجه التقليد المذهبي أي تحدي يذكر، وكان الفقه تاريخيا استقر على أن معناه هو العودة إلى نصوص الفقهاء، نصوص المذاهب الفقهية، والتمسك بها وعدم الخروج عليها، وإذا طرأت مستجدات فيمكن العودة معرفة حكمها عن طريق التخريج على نصوص الأئمة، أئمة المذاهب الفقهية. وأيضا كان قد استقر تاريخيا على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وأنه لا يجوز الخروج عليها جميعا، على المذاهب الأربعة. وبالتالي صنف عدد من الفقهاء، أو وجدت طبعا هذا الحكم موجود في عدد من كتب الفقه، وأيضا حتى في يبدو أن بوادر بدت في القرن، في حدود القرن السابع والثامن الهجريين، للخروج من أو التلفيق بين المذاهب. فصنف الإمام ابن رجب الحنبلي مثلا رسالة رد فيها على من يجيز الخروج عن المذهب، فسماها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقع جملة من المتغيرات. المتغير الأول أنه احتلت الأكثرية الساحقة من بلدان العالم الإسلامي، وبالتالي وجد تحدي الاستعمار الأوروبي. وأيضا التغير الثاني هو أنه وقع الاحتكاك بالحداثة الأوروبية تحديدا، وهذا الاحتكاك بالحداثة الأوروبية دفع باتجاه الاجتهاد الفقهي لناحيتين اثنتين. الناحية الأولى
هي أن الاحتلال أوجد مشكلات وتحولات احتاجت إلى اجتهاد جديد لمعرفة الموقف منها، لتحديد الموقف الشرعي منها. والناحية الثانية أن أفكار الحداثة أحدثت صدمة في الوعي والتفكير الإسلاميين، فنشأت قناعة لدى جيل من الإصلاحيين أن الكتب الفقهية أو كتب الفقه لم تعد كافية لحاجات الأزمنة الحديثة. على إثر ذلك طبعا نشأت جدالات حادة بين تيارين، نشأ تياران من خلال هذه النقاشات، تيار سمي تيار الإصلاح وتيار سمي تيار التقليد. طبعا نجد آثار هذه النقاشات الحادة في عدد من الكتابات، يعني أشدها وأحدها في كتابات محمد عبده ورشيد رضا في مجلة المنار، وصولا إلى عبد المتعال الصعيدي حينما كتب في الحدود وهاج عليه الناس وكتبت ردود إلى آخره. فنجد هذه النقاشات الحادة في عدد من المجالات، حتى في المجالات الثقافية بعيدا عن المجال الفقهي أيضا نجد هذا. النقطة الثالثة التي أريد أن ما زلت طبعا أنا في المحور الأول، النقطة الثالثة هي حدود هذا التأزم وأبعاده. تحدثت الآن عن المفهوم وتحدثت عن السياقات التاريخية، والآن سأتحدث عن حدود هذا التأزم وأبعاده. التأزم الذي نتحدث عنه هنا تأزم مزدوج، بمعنى أنه ذاتي وخارجي. ذاتي لأنه لا يمكن الفصل بين المنتج والمنتج حينما نتحدث عن حقبة تاريخية محددة، يمكن هذا الفصل حينما نقارن بين مرحلتين تاريخيتين، بمعنى أنه لا يمكن لنا الحديث عن فقه مجرد في الزمن في الأزمنة الحديثة أنه هو الفقه النموذجي، إلا إذا عدنا إلى كتب المذاهب الفقهية التاريخية. وإنما نتحدث عن المنتج الفقهي في الأزمنة الحديثة هو الذي تأزم، وليس عن مطلق الفقه ومجمل الفقه الإسلامي، لا، نتحدث عن تأزم الفقه في الأزمنة الحديثة وليس عن مجمل الفقه الإسلامي كله. الآن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التأزم أيضا ذاتي لجهة أن المعرفة الفقهية فقدت قدرتها، المعرفة الفقهية التاريخية طبعا فقدت قدرتها على الاستمرار في الأزمنة الحديثة. طبعا لماذا؟ لعدة أسباب لعلي أشير إليها لاحقا. النقطة الثالثة هو أن التأزم أيضا في حملة ومنتجي الفقه في الأزمنة الحديثة، لجهة أن تكوينهم لم يعد قادرا على الاستجابة لتحديات الأزمنة الحديثة، أزمنة الحداثة تحديدا، ولم تعد معرفتهم قادرة على مجاراة هذه التغيرات، وأيضا لأن أدوارهم تراجعت ففقدوا قسما كبيرا من حيويتهم وتأثيرهم في مجريات الواقع المفارق للواقع الذي شكل الفقه التاريخي. أيضا النقطة الرابعة في حدود وأبعاد التأزم الفقهي هي أن التقليد نفسه استنفد أغراضه، بمعنى أن التقليد الفقهي لم يعد قادرا على مخاطبة المعرفة المعاصرة والواقع المتحول جذريا في زمن الحداثة. فلا يمكن طبعا إدراك مبلغ وحدود التأزم إلا بالنظر إلى عدة أمور. الأمر الأول هو منطق الفقه نفسه، والأمر الثاني هو منطق التقليد المذهبي. حينما أتحدث عن منطق الفقه الإسلامي طبعا فالفقه قائم على منطق عملي، الأساس في الفقه أنه يخاطب العمل، يبحث في العمل، ولذلك يطلق على الفقه أنه العمليات لأنه يبحث في المسائل العملية والتطبيقية. طبعا المنتج الفقهي التاريخي استوعب منطق الأزمنة الكلاسيكية التي كانت طبعا أزمنة إسلامية، كانت أزمنة إسلامية لجهة المعارف ولجهة السلطة، السلطة الحاكمة وجهة المعارف الموروثة والتي تشكل التصورات وتصوغ الأفكار وتصوغ السلوكيات أيضا. لكن نوازل الأزمنة الحديثة ليست هي نوازل الأزمنة الكلاسيكية، بمعنى حتى إطلاق كلمة تسمية النوازل الحديثة بأنها نوازل أعتقد أن فيه مشكلة. لماذا؟ لأنه حينما نتحدث عن فقه النوازل الذي نعرفه تاريخيا فإنما نتحدث عن
تطورات من داخل النسق، هي تطورات جزئية بطبيعتها وأنها محكومة للمنطق نفسه، بينما في الأزمنة الحديثة نتحدث عن تطورات جذرية وهي من آتية من خارج النسق الإسلامي ونسق التفكير الإسلامي. وبالتالي لا يمكن تسمية هذه بين قوسين النوازل في الأزمنة الحديثة على أنها هي نفسها النوازل في الأزمنة الكلاسيكية، وبالتالي يسري عليها المنطق نفسه. لا، فالنوازل الحديثة أو النوازل في الأزمنة الحديثة هي تحولات جذرية في النسق الكلي، طبعا مع الثورات العلمية والمعلوماتية والثورة الميديا والعولمة إلى آخره والحداثة إلى آخر ذلك. فنحن هنا نتحدث عن تحولات جذرية تتم من خارج النسق الطبيعي والمألوف للمعرفة التقليدية. وفي أزمنة علمانية وليست أزمنة إسلامية، في السابق في الأزمنة الكلاسيكية كانت أزمنة إسلامية، أما الأزمنة الحديثة فهي أزمنة علمانية. فمداخل التكيف مع الأزمنة الكلاسيكية كانت كافية ومؤدية للغرض، لكن لم تعد هذه المداخل نفسها هي صالحة للتطبيق في الأزمنة الحديثة. المنطق هذا فيما يتعلق بمنطق الفقه. فيما يتعلق بمنطق منطق التقليد المذهبي نفسه، فطبعا التقليد تأسس وتقنن وانضبط بناء على جملة من الاعتبارات والتنظيرات. فنظام الفقه قائم على ثنائية الاجتهاد والتقليد وعلى هرمية، أيضا هنالك هرمية منضبطة. يعني نتحدث في الفقه الكلاسيكي نتحدث عن المجتهد، والمجتهد خاص بالقرون الأولى، وبعد ذلك كل ما عدا ذلك الأزمنة اللاحقة هي أزمنة التقليد، فلأن المجتهدين فقط في المرحلة الأولى وجدوا في المرحلة الأولى من مراحل تشكل الفقه الإسلامي وهي القرون الأربعة الأولى، بينما كل القرون اللاحقة كانت قرون تقليد. وبالتالي هنالك هرمية، هنالك مجتهد مطلق، مجتهد منتسب، مجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى. طبعا لكل واحد من هذه العناصر الأربعة وظيفة وحدود لا يتخطاه. فهذه الهرمية لم تعد ملائمة للأزمنة الحديثة، لأن هذه الهرمية نشأت في الأزمنة الكلاسيكية وخاطبت الأزمنة الكلاسيكية، بينما الأزمنة الحديثة لم تعد صالحة أو هذا التقسيم وهذه البنية الهرمية لم تعد صالحة لمخاطبة الأزمنة الحديثة التي جاءت خارجة على النسق الكلي في التفكير. وهنا أنتقل للمحور الثاني، المتعلق بمسالك الخروج من التأزم في الأزمنة الحديثة أو في العصر الحديث. طبعا الفقه الإسلامي نشأ في سياق وجود خلافة بما هي نظام سياسي، وبالتالي احتكمت أو تأثرت التصورات الفقهية والتفاصيل الفقهية لهذا النظام السياسي، لأنه نشأ في كنفه، لأن الفقه الإسلامي كله نشأ في كنف هذه السلطة الواحدة الموحدة. وبالتالي نجد كثيرا من الأحكام الفقهية أحيانا مرتبطة بتصور الخلافة والإمامة والبنية السياسية للتفكير بالإمامة. لكن سقوط الخلافة الإسلامية في سنة 1924، الخلافة العثمانية طبعا، ونشوء كيانات سياسية حديثة، وصدمة الاستعمار، وصدمة الحداثة الأوروبية، كل ذلك أدى إلى اضطراب في كيفية تنزيل أو استحضار الموروث الفقهي في الأزمنة الحديثة. طبعا الذي تغير جذريا هو مستويان من التغيرات. المستوى الأول هو جهة تغير مواقع السلطة وشكل السلطة والقائمين على السلطة من مرحلة الخلافة إلى مرحلة الدولة. والجهة الثانية أو المستوى الثاني من التغير هو تغير في تبدل نظام الحياة والشأن العام، وبالتالي وأدوار الفاعلين أيضا في الكيان الاجتماعي. الفقيه تاريخيا كان دوره مركزيا، بينما في الأزمنة الحديثة وجدت أدوار أخرى، أصبح هنالك مفكر وسياسيون ورجال سلطة ومحامون الذين انتزعوا سلطة الفقيه التاريخية في التشريع
أصبح التشريع ليس للفقيه وإنما لبرلمانات ولمحامين. فنشأت أدوار جديدة في الأزمنة الحديثة، وبالتالي أمعن في تهميش الفقيه في الأزمنة الحديثة، وأصبح خارج الواقع، واقع الأزمنة الحديثة. ومن ثم أصبحت ممارسة الفقهية تقع خارج نطاق السلطة، لم تعد جزءا من السلطة، وخارج نطاق العمل المؤسسي أيضا، لأنه يمارسها أفراد فقهاء يتكلمون بالموروث الفقهي ويخاطبون بطريقتهم الأزمنة الحديثة، يتعاطون مع مسائل الأزمنة الحديثة، ولكن مدار السلطة والتغيير والتشريع هو يقع خارج حدودهم وخارج سلطتهم. ومن هنا تحول الفقه إلى فعل أفراد وجماعات شتى واتجاهات شتى متباينة الرؤى. فنشأ لدينا المؤسسة الدينية الرسمية الملحقة بجهاز الدولة، ونشأ لدينا أيضا حركات الإسلام، ما يسمى بالإسلام السياسي، وهي حركات ساعية إلى أن تعوض غياب الإمام والخليفة بالمعنى التاريخي طبعا. ونشأت أيضا توجهات أخرى إصلاحية وفردية مختلفة، بعضها علماني وبعضها إسلامي، يحاول أن يتواءم مع الأزمنة الحديثة بطريقته. هنا واجه التقليد الفقهي جملة، واجه مأزقا حادا طبعا، وشكل التقليد نفسه عائقا أمام محاولات الإصلاح في وعي النخبة التي كانت منشغلة بالإصلاح طبعا. فنشأت جملة من الدعوات. الدعوة الأولى بدأت في كدعوة إلى الخروج من التقليد كله، بدأت مع إصلاحية محمد عبده ورشيد رضا وتلامذتهما. الدعوة الثانية نشأت أيضا كانت هي الخروج من فكرة الانحباس في مذهب واحد والتلفيق بين المذاهب، فكانت دعوة إلى التلفيق بين المذاهب. أول من طرح هذه الدعوة تاريخيا فيما وقفت عليه هو شخص حلبي سوري اسمه محمد بدر الدين النعساني، كتب كتابا، توفي بدر الدين النعساني سنة 1906 للهجرة للميلاد، وبالتالي كان أول من كتب كتابا ينادي فيه بالمزج بين المذاهب الأربعة، وهي الطريقة نفسها التي فعلها سيد سابق فيما بعد. والدعوة الثالثة كانت هي دعوة إلى الخروج من المذاهب الأربعة إلى مذاهب غيرهم، وهذه الدعوة يعني من أوائل من تحدث عنها ونظر لها الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، وتبعه بعد ذلك آخرون، ومنها تشكلت فكرة المجامع الفقهية بعد ذلك. فإذن لكن هذه الدعوة للخروج من التقليد المذهبي واجهت انتقادات حادة طبعا، فكتب الشيخ محمد زاهد الكوثري مثلا اللامذهبية قنطرة إلى اللادينية، وكتب بعد ذلك محمد الحامد في الرد على من قال بالمذاهب الأربعة، وصولا إلى الشيخ البوطي رحمه الله حينما كتب اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الإسلام. فالتفكير بدأ من أواخر العصر العثماني، محمد زاهد الكوثري كان شيء يعني كان في أواخر العهد العثماني طبعا. الآن الواقع الفعلي أنه تم بالفعل الخروج من التقليد المذهبي في الزمن الحاضر، فاليوم ما عاد أحد يجاهر بأن التقليد المذهبي لازم ويجب الالتزام به بحذافيره ويحرم الخروج عليه. ولذلك آل الاجتهاد المعاصر اليوم إلى ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو مستوى المجامع الفقهية، والتي لا تلتزم مذهبا معينا وإنما تمزج بين المذاهب وتختار تلفق بينها. والمستوى الثاني هو الاجتهاد الفردي اليوم، الذي وجدناه مع الشيخ جاد الحق والشيخ القرضاوي والشيخ مصطفى الزرقى والشيخ شلتو، مشايخ كثيرين طبعا، والشيخ بن باز إلى آخره. والمستوى الثالث هو مستوى أقسام الفقه المقارن في كليات الشريعة. طبعا حينما أتحدث الاجتهاد المعاصر هنا لم يعد هو مفهوم الاجتهاد هنا بالمفهوم الفقهي الذي نعرفه، وأصبح أكثر رحابة، لأن مفهوم الاجتهاد بالمعنى الفقهي الدقيق التاريخي غير متحقق اليوم،
بمعنى أنه اجتهاد في الأصول يعني لا يمشي على أصول وفروع الآخرين، فروع المذاهب، لا، وإنما هذا التلفيق أصبح يطلق عليه اجتهادا اليوم في الزمن الحاضر. ويمكن حصر مسالك الفتوى في الزمن الحاضر أيضا في مسلكين أساسيين، يعني كل الفتاوى في الزمن الحديث في الأزمنة الحديثة يمكن ردها إلى واحد من مسلكين أساسيين. المسلك الأول هو المسلك القياسي، بمعنى المسلك الذي يعتمد القياس. قياس له مستويان، المستوى الأول قياس على نصوص الشارع، بمعنى أن نعرف حكم مسألة لا نص فيها بقياسها على مسألة فيها نص للشارع. والمستوى الثاني وهو الذي مارس هذا النوع الأول، المستوى الأول هو عمل المجتهدين تاريخيا. المستوى الثاني من القياس هو القياس على نصوص الإمام، إمام المذهب، وهذا عمل المقلدين أو مجتهدي المذهب تحديدا. فأن يعرف حكم مسألة بقياسها على تخريجها على أقرب مسألة تشبهها في نصوص الإمام، إمام المذهب. هذا المسلك الأول هو مسلك قياسي. المسلك الثاني هو المسلك المصلحي، بمعنى أن هذا المسلك قائم على فكرتين أساسيتين، فكرة المصالح وفكرة المقاصد. فكرة المصالح فكرة المقاصد طبعا تم اكتشافها في العصر الحديث، في الأزمنة الحديثة أيضا، طبعا هي فكرة قديمة ولكن تم اكتشافها في الأزمنة الحديثة في القرن التاسع عشر أيضا، وتم اكتشافها تحديدا في تونس سنة 1884 في تونس، حينما في الرحلة الأولى لمحمد عبده إلى تونس اكتشف كتاب الموافقات للشاطبي، وقد طبعه ثلاثة من علماء الزيتونة في تونس. فعاد إلى مصر وأوصى تلامذته بالاهتمام بهذا الكتاب إلى آخره، لا أريد أن أفصل في هذا. ولكن تم توظيف فكرة المقاصد هذه في مسألتين تحديدا في الأزمنة الحديثة. المسألة الأولى هي فكرة مشروعية الاقتباس عن الغرب الأوروبي، والفكرة الثانية أنه تم توظيف واستثمار المقاصد في فكرة بناء المجال العام أو فكرة التنظيمات بلغة محمد خير الدين التونسي الوزير الأعظم في تونس في القرن التاسع عشر. طبعا بمصطلح اليوم فكرة التنظيمات هي المؤسسات. لماذا؟ لأنه وجدوا أن المسلك القياسي لم يعد صالحا لاستثماره في الاستجابة، لم يعد وافيا بالاستجابة لحاجات الأزمنة الحديثة، فلجأوا إلى المسلك القياسي أو المصلحي، فأصبح صار يتم الاستناد إلى فكرة المصالح أو المقاصد الشريعة العامة أو القواعد الكلية أحيانا. المحور الأخير وأختم به، شرفت على نهاية الوقت، هو متعلق بفكرة التأزم ومستقبل المذاهب الفقهية اليوم. هكذا بناء على ما سبق كله انفرط عقد التقليد المذهبي تحت وطأة أمرين. الأمر الأول الهجوم عليه من شتى من مختلف الاتجاهات، والأمر الثاني هو بفعل المتغيرات الجذرية التي أحدثتها الأزمنة الحديثة. ولكن التحدي الجديد الذي يواجهه اليوم التقليد المذهبي أو الفقه الإسلامي كله اليوم يواجه تحدي الحركات الجهادية العنيفة. فالحركات الجهاد أو ما يسمى بالجهاد طبعا اليوم وضعت الفقه الإسلامي كله في مأزق، في مأزق، لأنه وضعته في صدام مع الأزمنة الحديثة أولا ومنجزاتها، ووضعته في صدام مع المنجز الفقهي الحديث أيضا. وقد سبق لي أيضا أن شخصت التشكيلات الفقهية الحديثة اليوم بثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول الفقيه الحركي، والاتجاه الثاني الفقيه التقليدي أو فقيه التقليد، والاتجاه الثالث فقيه التنظيمات الجهادية العنيفة. طبعا نسميه فقيه تجوزا، هو بحسب ما يدعيه هو أنه فقيه. الفقيه الحركي طبعا وهو الفقيه المنضوي تحت الحركات ما يسمى بالإسلام السياسي اليوم. هذا الفقيه سلم بفكرة أن الدولة الحديثة هي النموذج الوحيد والنهائي لممارسة السلطة والسياسة،
وبالتالي قام بجملة من المواءمات مع منجزات أو تغيرات الأزمنة الحديثة من مدخلين، المدخل الأول مقاصد، والمدخل الثاني هو الاجتهاد الانتقائي. والفقيه التقليدي أو فقيه التقليد المذهبي طوحت به المتغيرات الأزمنة الحديثة، طبعا طوحت به في مسالك شتى. المسلك الأول أو فريق من فقهاء التقليد لم يعبأوا بكل هذه المتغيرات، وقاموا بإسقاط الفقه الموروث على فقه الأزمنة، على منجزات الأزمنة الحديثة، وبالتالي الخليفة صار هو رئيس الدولة. يعني كل الأحكام الثابتة فقهيا للخليفة هي ثابتة اليوم للسيسي وبشار الأسد. فريق آخر انحصر في الدفاع عن التقليد المذهبي، وحاول أن يلحق كل المستجدات اليوم بأشباه ونظائر لها في الموروث الفقهي. وفريق أيضا من التقليد المذهبي، من الفقيه التقليدي، فريق من هؤلاء الناس لم يجد بدا من الدخول إلى فكرة المصالح والمقاصد، بالرغم من كل ممانعته لها ومحاولة العدم اللجوء إليها، ولكنه لم يجد بدا من اللجوء إليها في بعض المسائل والمستجدات، مستجدات الأزمنة الحديثة التي لم يجد لها نظائر في الموروث الفقهي. والفقيه الأخير فقيه الجهاد طبعا، وأكرر أنني أسميه فقيها تجوزا. ففقيه الجهاد اليوم يقف في مواجهة العالم بأسره، ويرفض كل ترتيبات الأزمنة الحديثة، لا يقبل بها، وبالتالي هو يريد العودة إلى الخلافة شكلا طبعا، وإنما لأن الخلافة تاريخيا منظومة وليست مجرد شكل، وهذه المنظومة لم تعد متوفرة اليوم في السياق الأزمنة الحديثة، لكن هو يريد أن يعود إلى شكل الخلافة فقط، لأنه لا يدرك منها إلا الشكل، وبالتالي يستعيد جزئيات من الفقه الموروث في الأزمنة الحديثة فتبدو نافرة جدا ونافرة عن السياق، مثل الجهاد والسبي إلى آخره. مثال أختم به، مثال توضيحي ويوضح كل ما سبق وأختم به، هو مفهوم الجهاد نفسه. يعني الجهاد في النظام الفقهي هو مفهوم مركزي، ولكن لا يعمل إلا ضمن منظومة متكاملة، منظومة سياسية ودينية. هذه مفهوم الجهاد مرتبط بثلاثة مفاهيم أخرى لا يعمل من دونها. المفهوم الأول تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر، والمفهوم الثاني مفهوم الإمامة أو الخلافة، والإمامة والخلافة هنا شخصا ونظاما، والمفهوم الثالث هو مفهوم الهجرة، بمعنى أنه لا يمكن الحديث عن جهاد إلا بالعمل من داخل هذه الشبكة من المفاهيم مع بعض. يعني لا يمكن اليوم أن أقول أنه لا يوجد دار إسلام ودار كفر وتحدث عن جهاد بالمعنى، بالتصور الفقهي طبعا الكلاسيكي، وأيضا الإمامة والهجرة نفس الشيء. كل هذه السلسلة من المفاهيم مبنية على تصور ديني للرابطة بين البشر. فالفقه الكلاسيكي أو الفقه في الأزمنة الكلاسيكية يتحدث عن، يبني كل تصوراته على أن الرابطة بين البشر هي رابطة دينية، فيصنف الناس على هذه الشاكلة. فالعلاقة بين الدول الأصل فيها الحرب، والناس إما مسلمون أو كفار، والكفار نوعان، إما كفار من أهل دار الإسلام، أو كفار من غير أهل دار الإسلام. كفار من أهل دار الإسلام إما أن يكونوا أهل كتاب، مسيحيون ويهود ومجوس، المجوس ملحقون لأنه فيهم لهم شبهة كتاب في تعبير الفقهاء، وهؤلاء يسمون ذميين، أو من غير أهل الكتاب. من غير أهل الكتاب إما أن يكونوا زنادقة أو وثنيين أو لا أدريين أو مرتدون. هذا هو التصنيف لأهل دار الإسلام. طيب، أما الكفار من غير أهل دار الإسلام فإما أن يكونوا محاربين، والحرابة هنا ليست بالضرورة أن تكون فعلية،
ولكن أي دولة أهلها كفار ونظامها كافر وبالتالي لا تربطهم بدولة بدار الإسلام علاقة عهد فيعتبرون محاربين. والمعاهدون الذين تم توقيع عهد بينهم وبين دار الإسلام والمستأمنون وهو هؤلاء الكفار من أهل دار الحرب الذين يدخلون دار الإسلام بأمان مؤقت. فهذا هو التصنيف، هذه هي الرؤية، بمعنى أن الجهاد يعمل ضمن هذه الشبكة من المفاهيم. أما الأزمنة الحديثة فقلبت كل التصور رأسا على عقب، فرؤية العالم في الأزمنة الحديثة اليوم قائمة على نظام دولي على رأسه أمم متحدة، وقائمة على منظومة دول وطنية، والدولة الوطنية قائمة مرتبطة بحدود جغرافية محددة قومية وبفكرة الجنسية، وأيضا مرتبطة بمواثيق دولية تربطها بمظلة الأمم المتحدة، والرابطة بين البشر اليوم رابطة مدنية وليست دينية كما هو التصور في الأزمنة الكلاسيكية. وبالتالي هذه تقوم على أساس المواطنة، والمواطنة مرتبطة بمواثيق حقوق الإنسان الدولية العالمية كمرجعية خارجية أو متجاوزة للدول القومية، ومرتبطة بمرجعيات الدساتير المحلية داخلية، وأيضا مرتبطة بالقوانين العملية التي تنظم شؤون البشر على أسس غير إسلامية وغير فقهية في الجملة طبعا. والعلاقة بين الدول قائمة الأساس فيها اليوم السلم وليس الحرب، وبالتالي كيف نطبق التصورات الفقهية التقليدية اليوم حول الجهاد في ظل هذه التغيرات في الأزمنة الحديثة؟ من هنا يحصل هذا التنافر الشديد بين استدعاء بعض المفاهيم التاريخية للفقه في الأزمنة الحديثة، لأنه السياق كله اختلف وتحولات بدأت جذرية اليوم. أختم أخيرا بأنه في سنة 2010 تحديدا كنت قد نظمت حلقة في برنامج الشريعة والحياة أيضا بعنوان المذاهب الفقهية ومصائرها، واستضفت فيها فقيهين من فقهاء التقليد المذهبي. الفقيه الأول كان الشيخ وهب الزحيلي رحمه الله، أستاذنا وهب الزحيلي رحمه الله، والفقيه الآخر من المغرب مالكي المذهب كان الشيخ مصطفى بن حمزة. وقد بدا الضيفان مطمئنين غاية الاطمئنان لفكرة لبقاء المذاهب الفقهية كما هي، وبالتالي يعني لم يبدو من نقاشهما في الحلقة المذكورة أو المشار إليها أي إشكالات تذكر. ولكن بقي سؤال البحث عن مناهج الإفتاء أو الاجتهاد في الزمن الحاضر محل موضع تساؤل. لماذا؟ لأنه لا نجد اليوم حقيقة من يلتزم بالعمل المذهبي أو الإفتاء المذهبي على مذهب محدد. يعني حتى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية لا تلتزم بالمذهب الحنبلي مثلا، وحتى الاجتهادات الحديثة اليوم أيضا لا تقوم على الالتزام بمذهب واحد، ولا حتى التخريج على مذهب واحد بمعنى البناء على مذهب واحد أو القياس على مذهب على نصوص إمام مذهب واحد. ولذلك حينما جاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعرف حدود دوره قال إنه الفقيه هنا في ممارسة المجمع الفقه الدولي هو الفقيه الذي ارتفع عن التقليد ولجأ إلى الترجيح والتصحيح. فيعني هو حاول نفسه المجمع الفقهي الدولي حاول أن يوصف دوره بناء على بما يتلائم مع الموروث الفقهي تحديدا، ولكن لم يفلح في ذلك لأن ممارسته ليست كذلك، ممارسته الفعلية ليست كذلك. وبالتالي اليوم أتوقع أن التقليد المذهبي تحديدا سيبقى في الحدود المدرسية فقط، أما في الحدود المدرسية أولا وفي المكان الرمزية السياسية ثانيا، لأنه بعض الدول اليوم لا تزال تدخل جزء من هويتها المذهب المالكي مثلا في المغرب على أنه جزء من هوية الدولة المغربية، ولكن السعودية طبعا على أنه المذهب الحنبلي إلى آخره. فسيبقى حدود التقليد المذهبي أو التقليد المذهبي في حدود الممارسة المدرسية في كليات الشريعة والبحث العلمي طبعا،
وسيبقى في حدود المستوى الرمزي السياسي لبعض الدول اليوم. أما في الواقع فأعتقد أنه نحن خرجنا من التقليد المذهبي بالفعل، وكان لهذا تأثيرات إيجابية وسلبية. سلبية أنه خرجت جماعات العنف والمنفلتة من كل عقال، والتي تحاول أن وخرجت جماعات السلفية الجهادية أيضا التي تعود إلى النصوص مباشرة وتحاول أن تجتهد وتفرض رؤاها وتصوراتها على الناس. وإيجابي أنه أيضا التقليد المذهبي قلنا أنه استنفد أغراضه، بمعنى أنه لم يعد قادرا على مخاطبة الأزمنة الحديثة، لأنه تغيير كان تغييرا راديكاليا، تغييرا جذريا اليوم. وأختم بهذا والحمد لله رب العالمين.